ليكي يينغزي، لا تطولوا باللعب لأنه لازم ترجعوا تدرسوا للامتحان، ماشي؟ ما في داعي للدرس لأنه قرب الامتحان، ويلي درسته درسته، ويلي ما درسته خلص ما درسته. يينغزي روحي وانبسطي حبيبتي. دير بالك على الكل. يلا قومي. في مشروبات بالبراد إذا بدكم. امشي. ايه خليهم يرتاحوا. يانغ يانغ، هدول الأولاد مسؤوليتك. لساتك مفكرنا أولاد بعمر السبع سنين؟ يلا خلونا نروح. يلا يا أولاد. طبخة ممتازة. عملت لحمة متبلة بصلصة الصويا. رح أجيبها. يسلموا إيديكي. وأنت روح ارتاح شوي. رح أجيب مي. طيب هدول بكفوا لطنجرة. منيح. يلا كانت بخير. وأنا رح أكمل هاي. إيه ماشي. بانغ يوان. يلا أجيب. أنت خذ هدول. هذا الفيلم عن أي بلد بيحكي؟ عن المستقبل بس ما بعرف عن أي بلد عم يحكي، بظن ما في فرق يعني. بيقتلوا الناس التانيين مشان يعيشوا؟ هي فكرة سيئة كتير. ما لازم يعرضوا هالفيلم على التلفزيون لأنه ما منيح أبدا. معقولة عم يعرضوا قيم الرأسمالية المتوحشة؟ ما عم نعرض على التلفزيون، نحن حاطين فيلم دي في دي ومتوفر بالسوق. والله عطشت أنا. شياو، ليش هيك ساويت؟ قلي ليش عم بتعارضني يعني؟ ليش لا؟ نحن زوجين وآسف على كلامي مع يانغزي بس لازم تقدري وضعك. لا نحن مالنا زوجين ولا تعمل مشاكل هون. رح نتزوج مرة تانية وقت رح نكون زوجين. عن جد رح ترجعوا تتزوجوا مرة تانية؟ طبعا. انت ديري وشك هيك خلص لا تطلعي يعني فينا. يعني اذا درت وشي ما بقى اسمع ديري وشي. شياو انا قلت لك اذا بدك تخليه زواج حقيقي ما رح وافق معك. ماشي. انت عملتي معي لهلا منيح بس اذا ما كملتي هالشي بنتنا رح تزعل كتير وتمرض لما تعرف الحقيقة. ليش عم تهددني بمرضها على طول؟ يانغزي تحسنت كتير هلا يعني ما عاد فيك تهددني وبس يخلص هذا الامتحان انت رح تروح. سمعت ولا لا؟ ما بدي. اه شو؟ ما رح روح. على فكرة انت مالك طبيعي. وينغي لحم العجل هالشرحات كتير طرية. ها اتصلت بماما واجيت فورا. ليك هي الممثلة الرئيسية. جي لا تشوفه رح يجهز العشاء. يلا قوموا لشوف. يلا جاي. ايه مبسوط فانغ. ممكن تبطل فرجة؟ ايه ماشي رح يخلص الفيلم هلأ منجي. الآباء مثل أولادهم لسه تصرفاتهم طفولية. كل الرجال هيك. تعرفي يانغزي ورثت الحساسية من جيناتي أنا. إيه حاجتك هاد؟ عن جد بتضحكوا. يلا تعالوا العشاء جاهز. الزلابية طيب صارت جاهزة. طيب جايين جايين. والله عن جد مثل ما اسكت حاج تحكي مثل ما بدك. ليك تفرج عليهم. يلا تمام. ممتاز. ها جي شو رأيك نشرب نخب هلأ؟ طيب بس أنا حابب أقول شيء. قول قول. طيب بالأول شكراً لفانغ يوان على العشاء وشكراً لعيلة شياو. أنا حابب هلأ أشكركم كلياتكم عم مساعدتكم ووقفتكم جنبنا بالأزمات. أنا هلأ رح أتولى منصب جديد بمدينة زونغهاي الأسبوع الجاي وكنت كتير محظوظ أني قابلت رفيق الدراسة وأنه استأجرنا بيت مدام سونغ وأولادنا صاروا زملاء مدرسة وعيلتي مرقت بكتير مشاكل السنة الماضية وخصوصاً صحة ليوجين. مشان هيك أنا بعلن. شو أنت عم تقرأ تقرير؟ قلنا زمان ماسكين كاساتنا. طيب صحتكم. صحتكم. اشربوا الكاس. صحتكم جميعاً. صحتكم. صحتكم. وأنا كمان بدي أعمل نخب. إيه ماشي. ما في داعي لهالشي. لا توقف تفضل عود. رح أحكي كلمتين. أول شيء نحن كتير سعداء مع بعض. صح صح. تاني شيء بدي يكون عندي بيت. شو قلت؟ ولا شيء. خلص طيب بصحتك لكن صحتك. طيب استنوا دقيقة راح أبدي. وأنا بدي أعمل نخب كمان. بدي أقول شيء واحد. بتمنى 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 أنه أولادنا يضلوا بصحة منيحة وبتمنى أنه كمان ما عم بقدر لخص كل شيء يقوله بجملة واحدة بس. طيب بتمنى ياخدوا علامات منيحة بالامتحان. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. الله يسمع عنك. يلا صحتكم. يلا يلا لسه في كمان بابا اشترى كل هدول استمتعوا. هاتي لنشرب. هات كاستك. مين رح افتح؟ زن هوانغ. انا قلت له يانغ يانغ انت فوتي. هون كلنا هون. ليش خليتوا عايشي؟ كنت رايحة نام. شو يلي صاير؟ يلا شو انتو حضرتكن عاملين حفلة اكل؟ شكلكن مو شكل ناس عم تحضر لامتحان، شكلكن ناس مخلصة امتحان. ما انكم متوترين؟ خلونا نقعد هونيك اريح. يلا يلا تحركوا. ما في فايدة من التوتر لهيك تركنا كتبنا. خلينا نتسلى. يلا شباب يلا. يلا قعدوا يانغزي
بيتكن هاد حلو كتير، أبوك يلي عامل الديكور ما؟ أهلا وسهلا فيكي بقبر الأميرة. قبر الأميرة. خود شكرا. فان أهلك كيف تركينك تجي لهون؟ ها رح قلك، نحن اليوم كنا مجموعين هون لأنه أهالينا مو مهتمين نحن شو عم نعمل، فهمتي ولا عيب؟ خلص غلط. ليش هيك عم تضربيني؟ أكيد فهمت عليك. بعدين شو هالحكي هاد؟ شلون يعني مو مهتمين فينا؟ انسي هوانغ. هوانغ؟ عزيزتي أنا غلطان. مين عزيزتك؟ إيه مو أنا، أنتي عزيزة حدا تاني. يانغ 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 رهبة. عن جد؟ ديرو. إذا عندك الشجاعة راقبها أنت، أصلاً هو أقوى منك بكتير، جبان. إيه صح أنا جبان ما بقدر قاتل يانغ يانغ، أنا شاطر بالتنمر على البنات بس، لهيك لازم يتغير اسمي لإيفانوف. أنت قلت إيفانوف معقول؟ ابن خالتي هذا الاسم روسي. إيه صح بعرف إنه روسي، يلا خلونا نعمل أسماء جديدة للكل، هلا أنا اسمي الأجنبي هو إيفانوف، واسم يانغزي الجديد ينقزي ام تم كبير. لك بدي قتلك هلا انا تم كبير عن جد انا هيك. انا هلا بقلب معدتك وشايف اكله فطاير بجبنه وزعتر كمان. ما بحبها ابدا. ها انا رح اعطيك اسم جديد، انت بتحب السيارات لهيك رح سميك يانكسيكي. وهاد كمان اسم روسي. اسم روسي واسم لير الجديد فورست جامب. شو يعني هذا؟ معناه جامب فورست ولفظة فور يس لي، هيك بتصير فور يس لير. انت نقصت حرف الار من كلمة لي، انت غشيم ما بتعرف شي. انت ما بتعرفي لانه باسم لير الار فينا نشيله ونحط حرف تاني. عن جد؟ على فكرة انت ذكي كتير، انت اعطيتني فكرة هلا، صار عندي اسم جديد فورست جامب مزبوط؟ لير انت واحد اجدب، هاد اسم اجدب. لا لير مانو هيك. اسكتوا ماما. الو ماما. الو هوانغ وينك هلا؟ انا ببيت يانغزي. شوفي عندي لك اخبار حلوه. شو هي؟ انا وابوكي جايين لعندك الاسبوع الجاي. عن جد رح تجو؟ ايه راجعين لنبقى معك بفتره الامتحان. عن جد مو مصدقه ماما، انا بحبك كثير. درسي منيح. ايه طيب. طيب ماشي لا تخافي. اتفقنا. باي باي. ايه باي باي. أهلي جايين الأسبوع الجاي. اهدوا شوي اهدوا، شو صاير معك؟ أهلي راجعين ليقضوا معي فترة الامتحان. عن جد؟ ايه عن جد. حلو يكون عندك أهل. لير نحن معك. إذا بدنا نعمل مقارنة ففان هو الأسعد بيناتنا. لا لا دراستي مانا منيحة ولهيك أنا ماني سعيد كتير. بس أنت عندك عيلة كاملة، أبوك وأمك بيحبوك كتير وكمان بيحنوا عليك. يانغ يانغ أمه مريضة وتربى ببيت جده، أبوه وأمه لهوانغ بإفريقيا هلا، وخالة سيد بان هو اللي رباها، قضت حياتها وهي عم تنتظرن يجوا لعندها، وأهل لينغزي كانوا مطلقين. إيه صح. بس أنا عايش من دون أم وأب، يعني من لما أجيت وعشت هون بابا اتصل فيني مرة واحدة، مشان هيك انت فعليا تعتبر الاسعد بيناتنا رغم انه ادائك بالدراسه مانه منيح، بس انت عندك عيله كامله، السعاده ما لها علاقه بالدراسه. ها مين اجا؟ مين يا ترى؟ هيدي انا عزمتها. لا وانت ليش عزمتها بقى؟ لاني الوحيد يلي حبيبته ما اجت. لا لا استنى، انا وضحت انه انا ما عندي حبيبه، يانغزي ما انا حبيبتي، وهوانغ ما له حبيبتي كمان، اجت ومشي الحال. دقيقه استنى شوي، يعني هي قبلت تكون حبيبتك؟ عطيتها اسم تايلاندي كتير حلو، اسمها سواديكا. لا طلبت شوية أكل تايلاندي وأكيد هاد موظف التوصيل. مساء الخير، هاي الطلب بتمنى يعجبك. شكرا لك. شكرا شكرا، صحة وهنا. فانغ يوان. ممكن تشغل هداك الفيلم؟ بدنا نشوفه مرة تانية ومن الأول. فيلم ألعاب الجوع؟ ايه بدك تشوف الجزء الأول؟ ايه الأول. حط الصحون بالمجلى، فانغ بيغسلهم. شياو انت منيح؟ خلص تركيهم. شرب كتير. لا تكتر المرة الجاي. شغلته. انت ما كان لازم تشرب أكتر من كاسة، شرب شاي. طيب ماشي، يسلموا إيديك. دك
لا تعملي شيء، تعي عادي وارتاحي. طيب ماشي، خلص لا تعملي شيء، روحي امسحها بس. انا بمسحها عنك، روحي. ايه ماشي ماشي، حطيت التوم هون. طيب اسلموا ايديك. شو اعمل كمان؟ ولا شيء ولا شيء، عادي عادي ارتاحي. وينجي روحي انت وليوجين. انا بدي اروح على البيت، يعني بتعرفوا عندي ضب اغراض. طيب استني استني، رح يلا معك. معناها رح ابعث لك الفيلم. ماشي باي. اوكي يلا لك. موبايلك موبايلك. ايه موبايلك. طيب يسلموا. ممكن نجي لعندي المرة الجاية. ماشي، فرصة نجتمع قبل ما يترك جيبك. اكيد اكيد. ايه لازم تجوا لعنا. ايه اكيد اكيد، نتواصل على الويتشات. ماشي. ما مش احنا ماشيين. باي باي يلا نشوفكم معكم بالاذن. باي 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 باي. تأكدت اذا شياو سكران او لا؟ ايه سكران ورايح فيها كمان، دايخ ومانه هون. سكران؟ شياو طلعي عليه. صديقي يا صديقي. خلص انسي، شرب كتير وغمزني أكتر من مرة، مفكر انه نحنا لساتنا بالجامعة. يلا فوتي. شو يا صاحبي سكران؟ بصراحة أنا عملت خطة. شو هي؟ أنا رح وقع سونكي كيان بفخي هاي الليلة. شو قصدك؟ شو يعني رح توقعها بفخ؟ هلأ أنا غمزت أكتر من مرة، وحسب تجربتي بمطاردة سونغ كيان فهي ما رفضتني بشكل كامل تماماً، يعني هي رح تقبلني. هلا هي الخطة؟ بتظاهر إني سكران، وبعدين مو مضطر تعمل هيك. لمبيت بيخلي الجبان كتير جريء، وأكيد الفريسة بتوقع فوراً. شبك شو صار لك؟ شوفي شبك شياو. شوفي ما في شي، سكران بس. سكران ربي، خلينا نروح على البيت. عن جد سكران؟ يلا شباب ترجعي على البيت؟ شياوي دون. انا منيح. تعال نروح على البيت، يلا تحرك. يلا قوم قوم، بدي ترجعك على البيت. يلا قوم. مع انه ما شرب كثير. لا انا بعرفه منيح، هو بيسكر بسرعه. يلا يلا يا صحصح. يلا البيت بوتك لنروح شوي. يلا تعال تعال. انت ديري بالك عليه. انتبه انتبه انتبه. ديري بالك ما توقع مدام سونغ، ديري بالك عليها. ايه ماشي، على مهلك. شوفكم بعدين. انتبهي. باي باي. باي. حاكيني. ايه ايه. قلي لشوف شو عم يصير. شو عم بيصير؟ انا اللي عم اسألك. عشياو قصدك؟ هو مو سكران، لانه قال لي هنيك ونحن قاعدين انه اليوم رح يهدم قلعة الصقر ويخترق جزيرة الموت كمان وياخد قلب الأميرة. شو معنى هالحكي؟ يعني هو هاي الليلة ناوي يوقع مدام سونغ بشبكه، فهمتي؟ وبده يحنن قلبه عليه ليتزوجها مرة تانية. غلط هالشي، أنا لازم إلا لسونغ هلأ ترتكب جريمة برفيقك. يلا رايحة. تعي لعندي. وين رايحة؟ كيف عرفتي إنه مدام سونغ ما بدها إياه؟ لأنه هي قالت لي إنه ما بتحب شي إياه وما بدها إياه. ليكي لما المرأة بتقول إنها بتكره حدا فهي بتكون بتحبه كتير وحتى بتتمنى يكون معها دائما. ماشي عن جد. بعدين هن كانوا زوجين لسنين، ما هيك؟ هو بيعرف شو بيساوي. خلاص لا تقلقي عليهم، ونحنا لازم نساعدهم يرجعوا لبعض. طيب ماشي. يلا رح اتصل بفان جيفان، الوقت تأخر لازم يرجع مشان ينام. السهر مو منيح. لا تتصل فيه وتقلب الدنيا فوقاني تحتاني. خلاص تركي ابننا هلا. بس كيف بدي اقلب الدنيا اذا اتصلت بفان؟ شكلك ما عم تفهمي علي. انت وينجي؟ ايه؟ اذا اتصلتي بفان جيفان هلا ينجزي رح تروح على البيت كمان، واذا راحت على البيت شياوي دونغ ما رح ينجح ابدا. عن جد مو معقول، انت كثير خبيث. الموضوع عادي، لازم من حالك تعرفي شو رح يصير معهم. بعدين كيف كان رح يجي فان جيفان لو ما كنت خبيث؟ مو هيك؟ انت بتعرفي كيف حملتي فيه؟ مزبوط مزبوط يا حلوة صغيرة. يلا صب لي كاسة مي. رح اخذك على غرفة تسطحي، انت تعبانة وما كان لازم نعمل حفلة كبيرة. على مهلك. ايه والله على عيني. ايه لك شو اللي قومك من التخت؟ خلاص شيل هالموبايل وحاج تصور. بس دقيقة. وبعدين ليش شالح بنطلونك؟ وشوف فيها حاجة عم سجل تصوي. فيديو للذكرى. دوري شوي. طلع حالتك، لا تخلي ينجزي تشوفك. دقيقة. روح تسطح يلا امشي. روح يلا. انتي حلوة. يا عيني. تعا تعا قوم قوم، روح التخت يلا. قوم معي بسرعة. يلا روح التخت. ايه نام بالتخت. بدك يعني نام؟
بالتخت متأكدة؟ لك يلا لشوف خلص هذا تختك خلينا ننام بالتخت شو عم بتساوي؟ بعد هيك رح وقعك على التخت لك شبك رح اقتحم القلعة واخطفك منها ما فيك تروحي لا لا تتركيني لك شو عم تعمل؟ بعد عني هذا تختك تعي نامي جنبي يا حلوة لك حاجة تخبس اصحى بقى لا ما في تروحي تعي نامي جنبي واحد مجنون مينغ 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 معك حق أنا لسه بحبها لسونغ كيان بحبها كتير تعرف أنا بعمري ما توقعت إنه رح تجي لحظة وأتطلع فيك هيك شياوي دونغ أنت بتعرف قديش كرهتك بالسنين اللي مضيت كرهتك لدرجة ما قدرت أتذكر قديش حبيتك وأنا صغيرة كيف قدرت تمشي كيف تركتني لحالي بهالدنيا؟ لحد هلا ما بعرف إذا كان هالشي حقيقي ولا لا. مفكر إنه كان بدي إياه يكون حقيقي عن جد. ليك أنا بعرف شخصيتي منيح. أحياناً بكون مزعجة. بس ليش أنت ما حاولت تتحملني شوي؟ أنا كان ناقصني الشعور بالحب والأمان بتعرف أحياناً كتير كنت راقبك أنت وينجزي وأنتو عم تتفتلوا بالبيت وأفرح كتير وحس إنه الأيام الماضية رجعت بيناتنا ليش هيك عملنا بحالنا؟ لو ما عملت هيك كانت عيلتنا كتير حلوة وكنا رح نكون مبسوطين نحن وبنتنا قديش كانت صارت حياتنا مستقرة وسعيدة مثل باقي العيال اللي حوالينا كله بسببك ليش عملت هيك فينا؟ فكرك أنا كان بدي أتطلق منك؟ ومفكر كان سهل علي اتركك
أبوك بكل ذكرياتي. ها؟ أنا ماني قدران شوف شي. لير شوف لي شو المشكلة فيه. آه؟ ها؟ شفت؟ قلي لشوف أنت شو عملت؟ ما كنت شايل الغطا. أنت أجدب. حاج غلاظة. ها؟ لو ما بعرف شو اليوم لكنت قلت إنه هذا مهرجان الربيع. في ناس برا معلقين فوانيس وكلهم لابسين قمصان ليقضوا المهرجان. بصراحة خلوني شك إني بفصل تاني. ابن خالتي، لو كنا بنصف الكرة الجنوبي أو مقاطعة هاينان لكنا قضينا مهرجان الربيع ونحن لابسين قمصان بيضة. أنتوا الرجال الثلاثة كتير كسلانين لأنه ما غسلتوا صحونكم بعد الأكل التايلاندي. إيه عن جد. ينجزي غسلت الصحون ورجعتها. ما رح تقدروا تتزوجوا بالمستقبل. أنا معك في هذا الحظ. أريح كتير. يعني هلأ أنتم مفكرين أنه عن جد رح نتزوجكم؟ كان رح يوقف. يلا أشر التفاح. يلا أشرهم. ماشي ماشي ماشي. على شو عم تطلع؟ غليز. لما طلعت لبرا شفت ناس لابسة قمصان وعم تعلق فوانيس، مع أنه هلأ مو مهرجان الربيع. أنا وينجزي منعرف شو السبب. الناس بيعملوا هيك قبل الامتحان. تتذكري لما كنا صغار ونطلع كل سنة بمثل هذا الوقت؟ أعطيني التفاح لشوف، أنا بأشر. خدي مسكي. كمان ما بتعرف تأشر تفاح؟ بتعرفي لما كنت صغيرة كنت فكر إنه الناس بتحتفل بمهرجان الربيع مرتين بالسنة، وهذا الشيء خلاني أتمنى أكبر بسرعة وصير بالثانوية لحتى أقدر أقدم امتحان القبول وأحتفل معه. إيه وأنا كنت فكر هيك، كنت متشوقة لأكبر وصير بالثانوية لحتى أقدر أقدم الامتحان وأدخل جامعة منيحة وبعدها أشتغل بشي مكان وصير كبيرة وراشدة وبعدها أقدر. تقدري تحبي مو هيك؟ خلص غلاظة. أنا ما قلت شيء، أنت عن جد مزعج. آسف بعتذر. يانج 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 سيكي، في حدا بده إياك. خلص خلص بلا غلاظة. العمة ما أسألك. وأنا لما أجيت على شوزيان كنت متشوق لأقدم الامتحان وأخلص من هذا الشيء. فكرت أني شخص راشد وما كان فارقة معي إذا أهلي فرحوا بنجاحي. بس بعد ما عشت هون سنة ما بقى بدي الوقت يمرق بسرعة. خايف ما تدخل على الجامعة؟ لا، بعتقد أني رح أدخل الجامعة، بس خلال السنة اللي عشتها هون عرفت شو يعني يكون عندك عيلة بتخاف عليك. بس للأسف رح يتركوني ورح أبعد مرة تانية، ولهيك ما عم أتمنى الامتحان يجي بسرعة. طيب إذا حابب تخلي عيلتك مجتمعة مع بعضها عيد السنة وخلص. بتتذكر قائمة الطلاب اللي لازم يعيدوا السنة؟ بتتذكر وين كانت أسماءنا؟ طبعاً بتذكر، وقتها كتير قلقت وخفت، وقتها قلت معقول أبقى مع أهلي سنتين وأتحمل هالعذاب. بس هلأ بتمنى عن جد عيد السنة. لسه في عندك فرصة، إذا ما أخذت علامات بالامتحان أكيد بتعيد السنة. لا غلط، إذا هو عاد السنة بالصف مرة تانية وقتها ما رح نكون رفقاته بالصف. يا عيني يا عيني يا عيني، شايفين كيف هوانك مهتمة بيانج سيكي؟ لك خلص فان، حاجة غلاظة. يلا كل تفاح، خلصنا بقى. شكرا. يلي ما بقدر أتخلى عنهم أنتو كلياتكم، وأنا كمان ما فيني أتخلى عنكم. كل واحد فينا رح يروح لمكان بعد الامتحان. يانجزي، بدي أسألك سؤال. أنا أكتر واحد ما بدك تتركيه مو هيك؟ نلع، الشخص اللي ما بدي أتركه هو رفيقتي هوانغ. أوه، الشخص اللي ما بدي أتركه هو رفيقتي يانجزي. لحظة، وقفي، لا تفتحي عيونك، لا تفتحيون. شو رح يسوي؟ ما بعرف. أنت بقرف. ما أغلظة، بعد. ما كان قصدي، آسف، عم أمزح، والله عم أمزح. طيب، لير، بدي أسألك سؤال. بعد، أنا ما قلت لك، مو سألت لك، بدي أسألك. اللي أنا أفضل صديق إلك؟ أنت كل أصدقاء المقربين. غليظ. عم أمزح معك. عن جد فان، أنا ما بقدر أترك حدا فيكم بما فيكم خالته وعمه. تعرف شي؟ لما نخلص من الامتحان
رح يصير كل حدا فينا بمكان، يمكن ما نقدر نشوف بعض مرة تانية يا ابن خالتي. خلاص لير، رح نكون موجودين مشانا. طيب ماشي، خلونا نترك شي مثل ما عمل دينج ومنرجع منشوفه كل ما حبينا. ها؟ ينجزي ما بتقدري تعملي هيك. لا قصدي نترك شي بيفرح هون لنجي ندور عليه كل ما اشتقنا، يعني كل ما حدا فينا اشتاق للتاني بيجي على هالمكان، او ممكن نتركه هون للابد. فكره حلوه كتير، بس برايك شو لازم نترك؟ ها لقيتها لير، تعال معي، تعال قوم يلا لشوف، طلع معي، طلع لهون. اسمعوا نحن رح نترك شي، لير شايف هداك البرميل اللي تحت؟ لازم نبزق بالبرميل، ممكن نترك علامة هوني، نعمل مثل سامي وكونغ لما بزق على قائمة فانكيموني. يلا لشوف، رح بلش. فان فان لا لا فان لا 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 زين خلص بقى بطلوني رح تشرحيني يا مجنونة. لك لا تشدي خلص، شو صار لك؟ ايه 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 لك شو صار لك انتي؟ تصرفك هاد مو حضاري وبيجيب النحس والحزن لألنا، شو هالتفكير؟ وليش بيجيب النحس؟ لأنه ساكيا موني هو جبل الأصابع الخمسة، أكيد رح نلعن بأفكارك، رح نقدم امتحان القبول وما رح ندخل على الجامعة لأنك هيك تمنيت، ورح نبقى علقانين بالثانوية للأبد. بعد معك حق بهالشي، أكيد رح نلعن. إيه طيب شو رأيكم نزرع شجرة مع بعضنا؟ نحن بالصيف الوقت تأخر وما فينا نزرع. طيب شو رأيكم بأنينا عايمة مثل اللي بالأفلام؟ لا 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 اقتراحك مو صح، لأنه بكين مدينة داخلية وما فيها نهر، الأنينة وين بدها تعوم؟ بنهر تونغوي. تونغوي؟ طيب ولوين بدها تروح؟ لشرق، شرق تونغوي. هي وين موقعها بالضبط والله؟ إيه؟ ابن خالتي؟ اجتني فكرة؟ لك وقف وقف انزين، لا تعمل هيك، انزين لا تعمل هيك، لا تزت حالك لتحت. لا مو هيك فان، في بمنطقتنا بحيرة كبيرة وكتير حلوة. لا 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 ما بنقدر نزور البحيرة لأنه هذا الشيء بيلوث البيئة. لا ما رح أعمل هيك، أنت بتعرف نهر السين بباريس؟ رح نسافر لبرا؟ ما في حدا يشتري لنا تذاكر طيران. لا فان، نهر السين بباريس وفي جسر فوق نهر السين، في ناس بتسكر قفولة على الدرابزين وبترمي المفاتيح بالنهر وبعدها بيزتوا حالهم كمان. ينجزي ينجزي ينجزي، أنا آسف انفعلت، وهيك ذكرياتنا الحلوة ممكن تبقى هنيك للأبد. ليز أنت كتير رومانسي، يعني ما توقعتك هيك أبدا. أنت رومانسي لأبعد حد يا لير. بس في عنا مشكلة، من وين بدنا نجيب القفولة؟ ايه صح، نحن اجينا. هاي 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 هاي، هدو 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 شباب، اسمعوا شوي، وان كانت رائعة بتمثيلها، هلا لعبت دور المرأة اللطيفة مع عمو حارس المبنى. عمو إذا سمحت. لا ما عملت هيك. والحارس داخل ما عاد ركز أبداً بعد ما سمع صوته، بعدين عطانا ثلاث قفولة وفي واحد منهم قفل باربي لونه زهر. ونحن في معنا قفلين للبسكليت قدمة وبشعين كتير، بس فينا نستعملهم. هيك بيبقى معنا واحد. ايه من رجعوا للحارس بس نخلص، ما بظني دقيق على القفل يلي زهد، خلص انسي لير، هاد القفل إلك. طيب خلونا هلأ نتمنى أمنيات، كل واحد فينا لازم يتمنى أسعد أمنية عنده، ممكن تكون لكم أو لحدا تاني، ماشي؟ بعده أنا رح أتمنى بالأول، أنا أول واحد. أنا فان جيفان، وأكتر أمنية بتمنى أنه تتحقق بهالحياة هي ما عم أقدر قرر شي. لير ممكن تتمنى أنت بالأول؟ طيب رح أتمنى. بتمنى إنه خالتي تجيب بنت. إيه ليرو، أنا بتمنى هيك كمان. يلا أقفله ونحن بدنا نتمنى. أنا بعدهم، بتمنى إنه الطالب اللي رح يسكن بالوحدة السكنية 106 يدخل على الجامعة بسهولة من دون عذاب.
وأنا بتمنى إنه الأنسة اللي تحب خالي ويتزوج ويجيب أولاد كتير. وينادوا لي خالته. على فكرة أمنيتك حلوة وأنا فكرت فيها كمان. يانغ زي أعطينا قفل الباربي تبعك لو سمحتي. هاتي ساعدك. ما بتعتقد إنه القفل ما بيناسبك بالمرة؟ بقصد قفل باربي الزهر. بعتقد القفل الأخضر بيناسبك ومنيح أكتر لإلك. ما فهمت يعني ليش هذا بيناسبني أكتر؟ فوقك. فوق. إي معك حق. طيب أعطيني إياه. هات. تمام. يلا. بتمنى أنه يينغزي رفيقتي ما تنصاب باضطراب القلق بعد هلأ وتعيش مثلي بدون أي ضغوط. أنا بتمنى أنه يكون الجو حلو كتير بيوم تقديم امتحان القبول وتكون السما صافية وبدون ضباب. بتمنى يتعاملوا كل طلاب الثالث الثانوي مع الامتحان بسلام شو ما كانت النتيجة. تعرفوا إنه الكلام اللي قالته كبير وعميق وقوله مغزى ومعنى كتير كبير. طيب يا شباب خلونا نعيد أمنياتنا بقلبنا. منبلش. جيتي لهون؟ دخلتي؟ وينك هلا؟ أنا هون هون شفتك. جين جين كيفك؟ منيح حطيهم على الأرض تقال عليكي. جين من زمان ما شفنا بعضنا، أنت كأنك حامل. مزبوط. كنت جيت لعندك يعني بلا ما تتعذبي أنت وتجي. بصراحة أنا بدي أشوف أختي وينجي. تعرف آخر فترة كنت لقيمة معها. منسي صدقت جيني وصدقت اللي قالته. وريموند ضحك علي قال لي إنه رح يتزوجني ويعلي لي مرتبتي ويرفعني بالشغل، بس هو قلعني. تخيل. خلص أختي اللي صار صار ومشي الحال، لا عاد تحكي. هو إنسان سيء بشكل كبير ومعك حق إنك تنزعجي منه، بس هلأ بدي أسألك سؤال. يعني أنت متأكدة إنه بدك يا يدفع ثمن يلي عمله؟ طبعاً متأكدة من هالقصة، بالرغم من إنه هو بيكون أبوه لابني، بس هو قال لي إنه ما رح يعترف بالولد أبداً. بس قل لك شغلة، هو زلمة بيعتمد على سافل والأموال اللي بيملكها كلها من وراء عائلة مرته المسكينة. رئيس مجلس الإدارة بيكون عمه. بس هالشي ما بيهم، رح خليه يدفع ثمن يلي عمله. أنا عملت دراسة عنه وعرفت كل شي بخص ريموند. اسمعيني شوي جين، هو لازم يدفع الثمن غالي. خدعك وخلاكي تحملي وبعدها قلعك، وهذا الشي بدل إنه واحد واطي. أنا هلأ في عندي خطة مشان وعه ورجع حقي اللي أزاهن، بس بالأول بدي أتأكد من شغلة. هاد بيكون ابنه إله مو هيك؟ ايه طبعا. طيب وانت بدك تاخدي بتارك صحيح؟ صحيح. طيب رح نخليه يتحمل العواقب ويمكن تاخدي منه تعويض مالي كمان. ماشي؟ اسمعيني انا هلأ رح دلك على مكان ممتاز، بتروحي لهونيك وما بتعملي اي شي بس تروحي لهنيك. ماشي؟ اتفقنا؟ بس انت قلت لي انه بدك تحكي معي بموضوع مهم. لا 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 لا، كان بدي بس شوفك واتأكد من حملك، فهمتي؟ بتصل فيكي وبتطمن عنك. ماشي؟ بنحكي. ايه تذكرت مرتك هلأ حامل مو هيك؟ اشتريت لها شوية دوريان، بعرفها بتحبها. ما بتقدر تاكلهم، ما بتحب الأكل اللي ريحته قوية كتير، عم تلعي نفسها. رجعيهم معك. ماشي؟ طيب سلم لي عليها كتير وقل لها أني رح أتواصل. طيب ماشي رح أقل لها هذا الشيء. طيب تبعي على حالك. ماشي جين؟ يلا باي باي. باي باي، الله معك، روحي يلا. جين 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 ايه خلص اعطيني اياهم، تقال عليك كتير، رح اكلهم. ماشي؟ طيب ماشي حروح شوفك بعدين. شوفك. باي باي. باي. طيب استني رسالتي. ايه ماشي. روحي انتبهي على حالك. فانجي وان. شو عم تساوي؟ ولا شي. انت رح تسأل ورد مو هيك؟ ايه. تعرف اشتريت دوريان لمرتي. إيه؟ بس بعتت لي ويتشات وقالت لي إنها ما بتحبه، ما بتحب الريحة القوية لأنه نفسها بتلعي منها، وماني عرفان شو بدي أساوي فيهم. إيه والفواكه ما بتترجع. صح ما بتترجع.
استنى لقيتها. جي 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 انت شو رأيك تاخد هدول على بيتك هلا؟ لا لا ما بدي. مو مشكلة، بتقدر تاخد الفواكه تبعي حتى لو انت صرت رئيس حي. فظيع. لك عادي، الدوريان هو مجرد دوريان. يلا خدهم، خدهم مني. طيب ماشي، ولا يهمك، انا رايح. شكرا. يلا سلام. ماشي. ايه صحيح، امتى رح تستلم مكتبك؟ بثلاث حزيران. منيح كتير، عظيم. باي 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 باي. شياوي دونك، اتصلت بهداك الزلمة؟ قلي لشوف، ها؟ خبرني بسرعة. ليش نمت على التخت؟ كان لازم نام على الأرض. يانغزي سونغ كيان، سونغ كيان، شياوي دونك، اتصلت بهداك الزلمة؟ قلي لشوف، ها؟ خبرني بسرعة. أنا مبارح كنت سكران كتير، بس ما تشغل بالك أبداً، أنا اتصلت لك بهداك الزلمة، وخلص اليوم المساء ببعت لك العنوان والتوقيت. فانغي وان ما تنسى، نحن ما منعرف بعضنا، ها؟ ما رح أنسى، ماشي، رح كون حفيدك المدلل، هذا الاتفاق، ماشي؟ أنا حفيدك، اتفقنا؟ أخذت العنوان منيح وتأكدت إنه صح؟ أنت شو عم تحكي؟ آه؟ حفيد مين بالضبط؟ حفيد مين يعني؟ حفيد جدي. أنا نمت كتير، ما؟ الساعة هلأ أكتر من 9. ليك يا حبيبتي، بتقدر تنامي لأيمت ما بدك، وإذا رساتك نعسانة بتقدر ترجع تكملي نومتك كمان، ما تفكري بهالموضوع بنوب، ها؟ المهم تكوني مرتاحة. شو هالقلعة هاي؟ ما فيها همبرجر، عم أكل معكرونة. شو هاد؟ معقول أكل هالأكل من عند هالصباح؟ إيه، هدول للبيبي. هلأ هدول للبيبي؟ لأ هدول لفان ولير، حرام هلأ بيجوعوا وما بيلاقوا شي، خلص تركون. لأ أنا ساويتهم إليك أنتي. ما بدي، ما بعرف ليش مالي نفس أكل بالمرة. حبيبي، شو رأيك تشيلهم للولاد وخلص؟ وينجي إذا ما أكلتي؟ البيبي تبعنا ما رح يتغذى، وهيك ما رح يكون في عنده شهية. يلا زلابية مغذية، انت كتير بتحبي زلابية السلمون مغلفة بالخضرة والمخلوطة مع عصير الخضار والبصل، صح؟ ها؟ لما بنطبخوا هدول الشغلات مع بعض بصيروا مثل مجموعة الحظوظ يلي بيحبها فانغي فان. اسمعيني وفهمي علي، 4 من أصل 5 بعائلتنا لازم يكونوا محميين منيح، ماشي؟ لهيك لازم تتغذي، ايه؟
وين الولدين؟ مانن هون، راحوا على المدرسة لأنه بدهم يساعدوا الأساتذة شوي بتنظيم حفل التخرج. حفل التخرج رح يصير بثلاثة حزيران، ليش عم يحضروا له بكير؟ المدرسة قالت إنه الطلاب هنن اللي رح ينظموا ويصمموا إضاءة حفل التخرج، هن كتير مهتمين مشان هيك بدهم يعملوا اجتماع. خطة المدرسة كتير سخيفة، ما ضل غير أسبوع واحد لامتحان القبول، هيك بيلتهوا الطلاب عن دراسة. ما بيصير، رح حاكي المدرسة لأنه عم يخلوا الطلاب يعملوا شغلات بلا طعمة. كيف رح تعملي هيك؟ هذا شغل مدير المدرسة. مدرسة شان فينغ تأسست من 40 سنة، ما هيك؟ ومعروف عن هي المدرسة كيف بتستعد للامتحانات. بعدين هذا تدريب نفسي للطلاب، المدرسة بدي اياهم يرتاحوا ويتخلصوا من التوتر، ما بتقبل الدراسة بعجلة، صح؟ فخلص ما تفكري بشي، وحاولي تريحي أعصابك وتستمتعي بأكلك وتركي أولادنا بحريتهم. بالمناسبة بتحبي اليوم نطلع ونتمشى شوي برا؟ ما بدي، شو بدنا نسوي؟ نطلع منغير جو أنا وياكي، لازم نتسلم ولازم كمان نخفف التوتر قبل امتحان القبول. طيب، رح اشتري شوية تياب. يلا بعتلي العنوان. شو التياب؟ شو لازمك؟ بدي اياهم لامتحان القبول. ممكن تجيب لي كاسة مي؟ الزلابية طيبة ما؟ طيبين كتير بس أنا梦中的长空，若一望无涯，你的笑却灿烂如霞，年少时的话全都实现了吗？